وللمزيد عبر سكايب من رام الله ينضم إلينا الأستاذ أشرف عكا، خبير العلاقات الدولية. أستاذ أشرف، بداية برحب بحضرتك. دعنا نبدأ بالوضع داخليا على أرض فلسطين، كيف تبدو الصورة بداية أستاذ أشرف؟ يعني هناك اقتحامات الآن لمخيم الفارعة، وهناك هجمة إسرائيلية استيطانية متواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. هناك حصار مالي واقتصادي خانق، أضف إلى كل أشكال الاقتحامات والاعتداءات على المواطنين خلال الساعات والأيام الماضية. جرى حرق عديد من المنازل في قرى جنوب نابلس وشمال نابلس وغيرها من المناطق الفلسطينية، واعتداءات يومية واعتقالات واسعة، وهذه الاعتقالات عشوائية عمليا من أجل يعني تكريس الرغبة الحقيقية في تعزيز برنامج اليمين في إطار ذلك الائتلاف الذي شكله نتنياهو قبل أكثر من عامين. ولهذا دعينا أقول الهجمة في الضفة الغربية متواصلة، أضف إلى كل أشكال الحصار السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، ومحاولة يعني الحكومة الإسرائيلية إضعاف السلطة الفلسطينية وقبضتها الأمنية على بعض المناطق التي تسيطر فيها، خاصة في المدن الرئيسية، ما يؤثر بالضرورة على قدرة والأمن الفلسطينية من أداء واجباتها. أضف إلى كل أشكال يعني عدم الالتزام بالحكومة تجاه المواطنين، دفع رواتب وغيرها، ما يؤثر بالضرورة حتى على استمرار الخدمات ودوام يعني الوزارات الرئيسية التي تخدم المواطنين، ما يجعل الحالة في الضفة الغربية على يعني على هواء، يعني على مرحلة على صفيح ساخن. وقد تتصاعد الأحداث بفعل ما يجري من تفاعلات داخلية واستقالات في إسرائيل، وقد يعوض هؤلاء المتطرفين إخفاقهم في قطاع غزة باتجاه التصعيد في الضفة الغربية. طيب أستاذ أشرف، بتزامن مع ما يحدث داخليا، هناك الكثير من التطورات على الصعيد الخارجي، لعل أبرزها وآخرها هو الزيارة التي سيقوم بها أنتوني بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط، زيارة هي الثامنة من نوعها منذ بدء هذا العدوان. هل ثمت جديد نستطيع القول أن أنتوني بلينكن يحمله في حقيبته هذه المرة؟ يعني الجديد هو يجب أن يكون مزيدا من الضغط على إسرائيل، وكيف يمكن خلق حالة من التفاهم بين يعني القوى يعني والأحزاب السياسية الإسرائيلية، خاصة بعد استقالة بني غانت. أو أعتقد أن الأمريكي يدرك تماما أن هذه الحكومة ستزداد تطرفا وتزداد عدوانية وشراسة وتصعيد باتجاه كل الجبهات، ولهذا هل يأتي بلينكن بفرض شيء على هذه الحكومة وإقناعها بضرورة أن تذهب إلى الصفقة وتطبيق اتفاقية يعني مقترح بايدن أم لا؟ هذا سؤال مرتبط بطبيعة الموقف الأمريكي. الجديد لا جديد قد يأتي به إلا مزيدا من الضغط على إسرائيل وليس على المنطقة. وهل تستطيع الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل؟ هل تريد من الأساس أستاذ أشرف الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل من خلال تحركتها على مدار الأشهر الماضية؟ هي تتلمس الدخول يعني عدم الدخول في صراع مباشر مع إسرائيل بشكل عام، ولكن هي بالضرورة في خلاف كبير مع هذه الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة. هذه الحكومة ستفلت الآن من عقالها ولا يمكن السيطرة عليها. أضف أن الموقف الأمريكي عمليا خطر وضعيف ومقيد، وكلما زادت يعني واقتربت عفوا يعني الانتخابات الأمريكية يقل قدرة هذه الإدارة الضغط على إسرائيل. ولكن دعينا أقول يعني فرضية يجب أن تكون هي السائدة الآن، يعني يجب أن تتصارع الضغوط الأمريكية يعني قبل أن يصل نتنياهو إلى الكونغرس لإلقاء خطابه في 26 الشهر الجاري أو 24 الشهر الجاري. يعني هذا مهم للإدارة حيث تكون قادرة على فرض شيء على إسرائيل ويقلل من حدة الصدام معها إذا لم توافق على هذا المقترح. كيف يذهب رئيس وزراء إلى برلمان الولايات المتحدة الأمريكية وهو عمليا يدخل في صراع مباشر ولا يحترم موقف الإدارة الأمريكية ورؤيتها في إطار ذلك التدخل
المنشود في المنطقة. أضف إلى ذلك يعني يبدو أن الولايات المتحدة في ذهابها إلى مجلس الأمن الدولي هي رسالة ضغط على إسرائيل ورسالة تهديد جدية لنتنياهو. في الحقيقة أستاذ أشرف ذكت هتكون نقطة أو محور سؤالي المقبل لحضرتك، إذا كانت أجندة الانتخابات هي الضغطة الآن على الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة طالبت مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى أن تلتزم دون تأخير بتطبيق مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، دائما ما كنا نتابع أن جميع مشاريع القرارات تقابل بشكل أو بآخر في مجلس الأمن تحديدا بالفيتو الأمريكي، هل ثمت اختلاف هذه المرة؟ نعم، هو هذا القرار بصيغة أمريكية، هذا يجب أن نقرأ، هذه الصيغة الأمريكية ستعرض للنقاش على الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي. هذه الصيغة فيها مجموعة من الإيجابيات وفي قلبها عمليا تطبيق القرار 2728 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب. أضف إلى ذلك يبدو أن الولايات المتحدة تعلم تماما من طبيعة التحديات التي ستواجه حلفائها الذين أبدوا امتعاضهم من عدم القدرة على التعامل مع الحكومة اليمينية المتطرفة بعد استقالة بيني غانز أحد حلفاء الولايات المتحدة، وما يعكس نفسه على طبيعة سلوك هذه الحكومة من نواحي التصعيد والتطرف وعدم احترام أو تقدير المواقف العالمية الدولية يعني المقتربة أكثر من الموقف الأمريكي. دعينا أقول الولايات المتحدة تعيش يعني على ثلاث يعني محطات رئيسية في هذه المرحلة. موضوع الانتخابات عامل ضاغط صحيح وتحتاج إلى تقديم إنجاز في ملف الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وعلى رأس هذه الحرب. أضف أن حضور الولايات المتحدة في المنطقة وتأثيرها ومنافستها مع الصين وروسيا تحتاج إلى تدخل كبير من الإدارة الأمريكية. أضف إلى ذلك هي فعلت كل أدوات الضغط الداخلي في إسرائيل من خلال هذه الاستقالات التي يمكن أن تجد طريقها نحو تحالفات مع الشارع ومع المعارضة الرسمية في إسرائيل لكي تستطيع أن تحدث ذلك التغيير المطلوب الذي يقترب أكثر فأكثر من الموقف الأمريكي في إدارة هذا الملف بالتحديد. ما غير ذلك يعني والله منطق أن تبقى الولايات المتحدة عاجزة والإدارة عاجزة، وأعتقد أن الإدارة الأمريكية اليوم لا تمثل الإدارة بذاتها وإنما تمثل الدولة العميقة في الولايات المتحدة. أعتقد ترغب هذه الإدارة أن تفرض حل وأن تبقى متمسكة في التفرد في الحل، وأن هذه المنطقة خارج إطار القسمة الدولية في ظل يعني حراك عربي أوروبي قد يكون مدعوم صينيا روسيا باتجاه مؤتمر دولي للسلام أو تدخل بشكل الحل المستقبلي بما يخص المنطقة وليس بما يخص غزة وما يخص القضية الفلسطينية. هذا يؤرق الولايات المتحدة ودورها ومكانتها العالمية ومكانتها في المنطقة. من هنا علينا أن يعني الحسابات دقيقة وحساسة والمواقف متداخلة، وأعتقد أن نتنياهو يعني لن يصمد كثيرا في مواجهة هذه الضغوط، وما جرى عمليا من زلزال سياسي كبير في إسرائيل كان متوقع صحيح، ولكن سيأخذ تداعياته المباشرة على قدرة هذه الحكومة الصمود أكثر فأكثر أو طويلا كما يقال. وهناك احتمالات كبرى أن يحدث تصدع في داخل المؤسسة الأمنية العسكرية وقد يخرج وزير الدفاع من هذه الحكومة، أو يعني بناء تحالفات أخرى قادرة بالضرورة على اختراق هذا التحالف الذي بقي متماسكا طيل فترة هذه الحرب وما قبلها. يعني التحالفات الجديدة أستاذ أشرف هي اللي خلت حضرتك تقول أن نتنياهو لن يصمد كثيرا، أصل الكثير والمتابع والمراقب للمشهد الآن يرى أن نتنياهو سيحارب حتى آخر قطرة دم دعنا نقول، لأن نتنياهو بشكل أو بآخر سيواجه الكثير من الاتهامات الكثير من المحاكمات حال انتهت هذه الحرب. شوف دعينا أقول يبدو أن هناك قراءة جدية في إسرائيل من المعارضة والشارع والمؤسسة الأمنية العسكرية والجنرال السابقين أن نتنياهو يعود دائما بعيدا عن القرارات والمصلحة الوطنية العليا لإسرائيل إلى يعني للوراء 360 درجة وفي أحسن أحوال 90 درجة. هذا تشبيه سمعته اليوم يعني من أحد وسائل الإعلام الإسرائيلية. هذا دليل واضح على أن يعني نتنياهو وائتلافه بسلوكهم يجعل إسرائيل تعيش حالة من التفكك والانهيار وعلى مستويات مختلفة في ظل يعني التحديات الكبرى سواء كان بالحروب أو بالجبهات المفتوحة على الصعيد العسكري الميداني أو على صعيد الاقتصاد الاجتماعي وعلى صعيد السياسي والدولي والمواقف والمناخ الإقليمي بهذا الاتجاه. لهذا
من يدرك طبيعة يعني مواقف المعارضة بالضرورة سيجعل التحركات الداخلية في إسرائيل أكثر قوة وسرعة لإحداث ذلك التغيير المطلوب، رغم أن نتنياهو معادلات صفرية، ولكن لا بعد هذه الاستقالات لن يبقى يسيطر على القرار العسكري، هذا ما يجب أن يقرأ، ولن يكون هناك مجلس حرب جديد في إسرائيل قادر بالضرورة على التفاهم مع المؤسسة الأمنية العسكرية وقيادة الجيش والجنرالات الذين يعلمون تماما واقع الأزمة الميدانية وحرب الاستنزاف التي يعيشها في قطاع غزة وفي الشمال بهذا الاتجاه. لهذا يعني مدركات العملية ويمكن أن تكون باتجاه المعارضة أكثر من أن نتنياهو يستطيع أن يأخذ الأمور، وأن هناك أيام قليلة فاصلة سنشهد تصعيد وانفلات هذه الحكومة من عقالها، رغم أنها عمليا تفقد شرعيتها في الشرع الإسرائيلي وتفقد الدعم والتأييد وتحديدا مجلس الحرب. هذه يعني أول مرة قد يكون في إسرائيل كما يفترض البعض لن يكون هناك مجلس حرب آخر، بالتالي أول مرة تفقد إسرائيل حروب لا يكون فيها مجلس حرب، وإنما ستنقل الصلاحيات إلى المجلس الأمني الوزاري المصغر أو إلى الحكومة الإسرائيلية، وهذا سيضعف يعني قدرة المناورة لدى نتنياهو والائتلاف وقدرته في إدارة هذه الحرب إذا ما استمرت، وإذا لم تنجح كل تلك المحاولات المرتبطة بالتفاعلات الداخلية أو بالضغوط الخارجية والإقليمية. ولكن يعني هل السيناريو ده أستاذ أشرف مرتبط ولا بعيد عن فكرة أن البعض يرى أن قرارات نتنياهو قرارات في نهاية المطاف هي قرارات أحادية رغم التحذيرات، عدم الاهتمام للمجتمع الدولي، عدم أو غض الطرف عما يحدث في محكمة العدل الدولية، البعض يرى أن كل هذه التحركات هي تحركات أحادية، فحتى إن حدثت حالات الانشقاق حالات الانقسامات في الداخل الإسرائيلي لن يهتم نتنياهو لما يحدث، لأنه في نهاية الأمر قراراته منذ بدء هذه الأزمة هي قرارات أحادية. صحيح، هي قرارات أحادية ومرتبطة بمصالحه السياسية وأسير لهؤلاء المتطرفين مثل سموتريتش وبن غفير، ولكن دعينا أقول لا، طبيعة يعني الاستقطاب في الشارع الإسرائيلي والنزاع بين القوى السياسية ونظرة المجتمع الإسرائيلي لهذه الحكومة وللجيش ولأدائهم وانعدام الثقة وطبيعة يعني التحركات في الشارع الإسرائيلي والتظاهرات الحاشدة الآن قد يكون بنقانس التظاهرات، هذا سيحدث أعتقد سيحدث فارق، وإن لم يكن بالمدى المنظور ولكن في المدى المتوسط سنشهد تغييرا كبيرا في سلوك هذه الحكومة، ولن يكون نتنياهو قادرا يعني على المناورة والتضليل أكثر فأكثر أو الكذب، لأنه بات معلوما أنه يعني متلاعب وكاذب ويعني يتلاعب على وتر يعني الرأي العام بشعارات مخادعة. ولكن دعينا أقول يعني المؤشر والدليل الواضح كان بعد عملية انصرات، يعني صحيح خرجت بعض الاحتفالات من حلفاء اليمين المتطرف، ولكن الشارع الإسرائيلي يعني اندفع إلى الشوارع بتظاهرات حاشدة ورفع شعارات إسقاط الحكومة ولا بد من يعني إنجاز الصفقة الآن، هذا دليل على وأن المقاربة العسكرية في تحرير هؤلاء لن تصح ولم تكون صحيحة، بل ستعرضهم للخطر وأفسدت يعني هذه المواقف بعد إعلان المقاومة يعني على نتنياهو الاحتفالات والبهرجة والديمغوجيا التي حاول أن يسوقها باتجاه ذلك النظر المؤزر والعملية الكبيرة العظيمة بهذا الاتجاه. طيب أستاذ أشرف، أخيرا، إذا كنا في المدى المتوسط على حد قول حضرتك سنشهد تغييرات في الداخل الإسرائيلي، على الناحية الأخرى أو في الداخل الفلسطيني البعض يحمل الفصائل الفلسطينية لربما بعض نتائج ما يحدث وتداعيات ما يحدث، هل هذا الدرس سيكون قاسيا ليجعل الفصائل الفلسطينية تجتمع على طاولة واحدة لا الاتفاق على قرار موحد فلسطين والشعب الفلسطيني يبقى الأولوية فيه؟ نعم، أتفق معك تماما، يجب أن يكون في هناك حالة وحدة واتفاق وحوار، وهناك لقاءات مرتقبة في بكين في 26 الشهر القادم أو خلال هذا الشهر، هذه يجب أن تكون فاصلة في سياق العلاقات الفلسطينية الفلسطينية الداخلية، ويجب أن يضع الفلسطينيين رؤية سياسية موحدة لفهم طبيعة ما قد يعرض عليهم ويكونوا موحدين بهذا الاتجاه. أضف أن يعني الحوارات الفلسطينية الفلسطينية حتى هذه اللحظة يعني ما زالت قاصرة عن القدرة عن
فهم طبيعة يعني وشكل التحالف المطلوب في مواجهة التحديات، وإن في هناك إجماع فلسطيني فلسطيني يعني وإقليمي مدعوم من مصر والأردن والمنطقة العربية والمجموعة السداسية العربية بدرورة وقف هذه الحرب. هذه الحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني والعدوان على الشعب الفلسطيني يجب أن يتوقف، ولكن اليوم التالي فلسطينيا كيف يجب أن يكون؟ هل نبقى الانقسام؟ وكيف نقطع الطريق أمام كل محاولات فصل غزة عن الضفة أو دويلة في غزة أو كيان أو حل أو بغض النظر ما يطرح لغزة بعيدا عن الضفة؟ وهذا شعار يعني وموقف وضعته القيادة والرئيس محمود عباس تحديدا، يعني رغبته أن يكون حل في غزة وأن دولة في غزة يمكن أن تكون هي الحل بديل الحل الوطني الشامل بما يخص القضية الفلسطينية. هذا كيف يمكن معالجته إلا في إطار الحوار الوطني الفلسطيني ومنع أي اصطفافات فلسطينية من أي كان مع يعني مع أي محاور في الإقليم تضر بالضرورة بالمصلحة الوطنية العليا للشعب. نعم أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر من رام الله مباشرة عبر سكايب الأستاذ أشرف عكا خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.